هلو هلو، يوم جديد يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. من أول ما ابتدينا ما عملناش أكلات سمك، والسمك والمأكولات البحرية عادة إحنا بناكلها كل فين وفين، يعني ما بنعملهاش أسبوعيا في البيت. يفضل بزحمة غلاء الأسعار إنه نفكر إزاي ندخل الأسماك في غذائنا الأسبوعي، يعني مش لازم أعمل أكلة سمك كاملة. اللي هعمله أنا النهاردة ثلاث أطباق معمولة بالمأكولات البحرية المختلفة. عندنا السمك الفيليه، عندنا الكلماري، ممكن تستخدمه الصبيت، عندنا كمان الكابوريا، جندفلي، بلح البحر. كل طبق من دول ممكن يبقى في يوم، مش لازم عشان أعمل أكلة سمك أجيب أعداد كبيرة وأعمل كميات كبيرة. السمك بقى أرخص وأوفر من اللحمة، والسمك مفيد جدا جدا جدا، مليان يود ومليان فيتامينات، ومن اللحوم الصحية جدا، اللحوم البيضاء، يعني ما نكترش لحوم حمراء، ما يبقاش أكلنا كله رايح ناحية اللحوم الحمراء، ندخل الأسماك بشكل أكتر في أكلنا، وده هدف حلقة النهاردة. يوم الخميس كمان بالنسبة لي أنا مرتبط بأكلة السمك، لأنه ماما كانت تأجل دايما أكلة السمك ليوم الخميس عشان الواحد ياكلها كده، ويعني يبقى إجازة، مفيش مدارس تاني يوم، مفيش شغل تاني يوم، بتبقى أكلة ساعات لما بنعملها بالطريقة الشرقية اللي هي بتبقى السفرة مليانة بتبقى تقيلة. النهاردة هنعمل رز صيادية، ما حصلش، بسيط شهي لكل الناس اللي ما بيزبطش معاهم رز الصيادية هيحبوا الوصفة دي، هنعملها بالسمك الفيليه. هناخد جزء من رز الصيادية ده قبل ما يستوي تماما ونحشي فيه الكلماري، ونعمل كلماري محشي زي ما بنحشي احنا، حشينا كل حاجه، الورق العنب وحشينا البصل والكوسه والبتنجان والفلفل، ازاي فاتتنا الكلماري؟ هنحشي رز الصياديه ونكمل سواه بالفرن، حاجه خطيره كده. هعمل لكم النهارده التقديمه كده لو هتعملوها بعزومه، ازاي تقدموهم الصياديه مع الكلماري المحشي مع بعض. وكمان هنعمل صينيه، خلينا نقول عنها حلويات البحر، الجندفلي، بلح البحر، والكابوريا، متحبشة كده وسهلة جدا، تاخد بالظبط خمس دقايق والباقي بالفرن. تعالوا نكتب المنيو، عندنا منيو مأكولات بحرية، هنقول عندنا صيادية، والنهاردة عاملة الصيادية على الطريقة اللبنانية بالرز البسمتي، صيادية بالسمك الفيليه، وعندنا كالاماري محشي برز الصيادية، وعندنا صينية حلويات بحرية. زي ما قلنا هتبقى كابوريا وجندفلي وبلح البحر، وتسويتها كلها هتبقى بالفرن. حلقتنا يوم الخميس بتتعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت، يعني هتبقى بكرة على القاهرة والناس واحد الساعة 12 الظهر، واللي حابب يشوفها يقدر يشوفها برضو على اليوتيوب زي كل حلقتنا على صفحة القاهرة والناس، واللي حابب يتابع الوصفات يوميا بتنزل المقادير، بقت تنزل بوست مكتوب، بحطوا اللينك الحلقات دايما في أول كومنت. سعيدة جدا النهاردة كنت برد على بعض الكومنت، سعيدة جدا بردود أفعالكم وتواصلكم معنا على صفحة مايشو تي في اللي يوميا فيها كل الوصفات. بعد الفاصل وحلقة مأكولات بحرية بامتياز. هلو هلو، في حلقة نهاية الأسبوع من مايز شو، بفكركم السؤال اللي بتكرر كتير، حلقة الخميس يا شيف إعادتها إمتى؟ الخميس بتتعاد يوم الجمعة الساعة 12 الظهر بنفس التوقيت بالضبط دلوقتي على القاهرة والناس واحد، وبتفضل موجودة على اللينك بتاع الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك ماي شو تي في هي وكل الوصفات، وكمان موجودة دايما على اليوتيوب زي كل الحلقات. النهاردة عندنا وليمة بحرية، قلت لكم في الانترو مهم جدا ندخل المأكولات البحرية بأكلنا، يعني ممكن يوم نعمل بس مكرونة بالسيفود، مش لازم أبقى عاملة وليمة بحرية كاملة. بس النهاردة بصراحة عندنا وليمة بحرية، اختاروا منها انتوا الأطباق اللي تحبوها واعملوها في أيام الأسبوع العادية. عندنا ايه النهاردة؟ تعالوا نبص مع بعض، عندنا كابوريا، بصوا الكابوريا مبطرخة ازاي ما شاء الله، قسمناها نصين وغسلناها زي الفل اهي. عندنا بلح البحر والجندفلي اللي هو الكلامز، وعندنا بصوا الكلماري، كلماري الصغير انا بحبه اكتر من الصبيت، هو بقى اصلا زي الجراب، فده اللي هنحشيه النهارده، وفي صينيه جاهزه في الفرن هنطلعها حالا. وعندنا السمك الفيليه.
اكتر حاجه الاولاد بيحبوها ممكن السمك الفيليه، ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده اعمل لكم برضو فيش فينجرز من السمك الفيليه. كالعاده كل مرة بقول لكم إن كل الحاجات في البرنامج، اللحوم، الأسماك، الخضار، إحنا يعني فخورين إنه معانا من أجود الموردين في مصر اللي بيوردوا لنا على طول المكونات الطازة، والسمك والسي فود كله في ميز شو هو دايماً من سي سولت. سي سولت على الإنستجرام اسمهم كده سي سولت، موجودين تقدروا تطلبوا منهم أونلاين، بيبعتوا لنا دايماً حقيقي كل الحلقات اللي شفتوها، المأكولات البحرية والجمبري وكل الحاجات الحلوة والجودة العالية هي من سي سولت، بنشكرهم جدا. تعالوا نبتدي بأول طبق على السريع. قلنا حلويات، طاجن الحلويات البحرية بالفرن. هناخد السي فود يتغسل كويس، البلح البحر لازم يتشطف كويس، ولو في اي حاجة كده بتبقى ساعات في زي بتحسوها زي الطحالب البحرية هنا لازم تشيلوها، بسموها البيرد، بتتشال كده نتأكد انه نضيف. برضو جندفلي يتغسل كويس عشان اي رمل، والكابوريا بعد ما نقطعها بنغسلها. فده دي خطوة أساسية، الباقي هنعمله بطريقة سهلة جدا. هناخد أين الزيت، هنعمل تسبيكة كده على النار اللي قلت لكم بتاخد 5 دقايق، والباقي بالفرن. هنحط إيه؟ شوية زيت، ونحط شوية ثوم شرايح، وعندنا فلفل ألوان متقطع زي ما شايفين صغير، اي المتوفر عندكم، الاحمر، الاصفر، الاخضر، لو في التشكيله المدلي ده كل الالوان، كل لون سبحان الله بيدخل لنا فايده على جسمنا ويبقى شكله حلو. هنحط الفلفل الالوان، وهنحط فلفل حراق حسب الرغبه، سي فود يحب الحراق، فهنحط شويه فلفل حراق. احط شويه ولا كتير يا كنترول؟ كتير. حاضر، هاتوا نقلب، هيطلع حلو. في ناس بيقولوا قليل، بيطلع حلو لو اتعمل مظبوط والخلطه حلوه، ما بيظهرش بشكل يطغى على الطعم. تعالوا ندي بهارات السمك الشهيره، هاتوا هنا ناخد بهاراتنا. طبعا مع الاسماك دايما بنحط البهارات اللي هي كمون، كزبره ناشفه. تعالوا ناخد هنا نحط شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه يعني معلقه صغيره. هنحط شويه بابريكا برضو معلقه صغيره، هتاخد هنا عشان ما يطلعش كتير كده. وهنحط، حطينا فلفل حراق مش هحط شطه، هنحط ملح، نظبط الملح، ورشه فلفل اسود، ودي بهاراتنا. هقلبهم، بسبكهم هنا ليه الاول؟ لانه السي فود ما بياخدش وقت بالفرن، فانا عشان اخد الطعم والكرمله الحلوه خلونا ناخدها في الطاسه، ونحط عليها طماطم، دول تقريبا خلينا نقول 4 حبايات فلفل الوان على 4 حبايات طماطم على 4 فصوص ثوم، وحطينا فلفل حراق حسب الرغبه من البهارات، حطينا معلقه صغيره من كل حاجه، والملح تقريبا معلقه صغيره. يبتدوا يتسبكوا، ممكن نديهم سنه صلصه بسيطه، معلقه بس عشان تدينا معلقه او اتنين. دي مش صلصه، ده بيوريه طماطم، فحط معلقتين. لو صلصه مركزه هنحط معلقه واحده عشان ما يطلعش الصوص طماطم قوي. نديله تقليبه سريعه، وبعدين هنديله سنه ميه عشان يدينا صوص. في الوقت ده هنحط البهارات دي جنبنا، هنجيب الصينية اللي هندخلها الفرن، ويا سلام لو كانت نفس الصينية اللي هنقدم فيها يبقى شكلها حلو. هناخد هنا السي فود، اوبا، هنحطهم هنا، نوزع السي فود كله في الصينية، كل الحاجات دي بتستوي بسرعة جدا. نوزع الكابوريا كده فوق شوية. هتاخد قد ايه بالفرن؟ هحطها بالفرن من غير ما اغطيها ولا اي حاجه، هحطها مثلا تلت ساعه بالكتير يعني، واحنا مع بعض على الهوا هيستوي الطاجن ده بسرعه او الصينيه دي. ناخد سنه ميه على الصوص ده، بصوا ابتدى الصوص يتشكشك اهو، شايفين التسبيكه بتحصل على النار هنا، شايفين اهو
هنحط شوية مية بس عشان نزود السوائل بالشكل ده بس، ونقوم حاطينها فوق. هنوضب بس هنا، نطلع الكابوريا فوق كده بشكل حلو، شكل الصينية لذيذ لما تستوي بالشكل ده. وهيا بنا نقوم واخدين ده كله عليها. في أسهل من كده؟ مفيش. نوزعها، نوزعها كده، هاتوا معلقة وندخلها على الفرن درجة حرارة مثلا 200، وانا حطيتها مع مروحة تسوي من فوق من فوق ومن تحت بنفس الوقت. بس كده هي بينا الى الفرن. نفتح الفرن ده، شايفين شكلها حلو ازاي؟ اوريدي قبل ما تستوي شكلها يجنن. هيا بنا ندخلها الفرن ونطلع فاصل يا كنترول. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبص مع بعض على صينية الكلاماري المحشي، ونبتدي بحشوة الكلاماري اللي هي هتبقى نفسها وصفة الصيادية اللي بنطلع منها قبل ما تستوي الحشوة، وبنعمل طبقين في طبق واحد. استنونا بعد الفاصل. قبل ما نشوف الفرن الكلاماري، هنطلع الكلاماري وندخل مكانه السمك. السمك هنا بالصيدية على الطريقة اللبنانية بيبقى عادة السمكة كاملة وبتدخل الفرن وبعدين بتتفصص. احنا هنستخدم النهاردة السمك الفيليه. عملت لكم خلطة سريعة من، هنحط معلقتين كبار كمون، معلقتين كبار كزبرة، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة بابريكا، شطة حسب الرغبة، ومعلقة من البصل الصغيرة من البصل البودرة. ودي خلطة لذيذة هنستخدمها هنا وفي الصيادية بتبقى لذيذة. تعالوا ناخد، احنا عشان نعمل الصيادية عندنا بصل مقلي، ما منضيعش النكهات خالص. ده الزيت اللي قلينا فيه البصل، بصوا هستخدمه في كل الوصفة النهاردة. هاخد الزيت واستخدمه للسمك فهيديني نكهة البصل المتحمر. وهاخد احط هنا عليه خلطة البهارات ورشة الملح وندخله الفرن. طريقة بسيطة وصحية وبنفس الوقت مش متعبة. فهنرش رشة الملح وبس، نتأكد انه السمك كله مع الزيت الدعك كده بالبهارات، وبيستوي بسرعة جدا في الفرن. مش هنغطيه برضو، ممكن تسووه بالاير فراير لو حابين. بس كده، فتعالوا نطلع الكلاماري وندخل مكانه السمك. اين الفوطة؟ هيا بنا هنطلع صينية الكلاماري، نبص عليه مع بعض. الله الله الله، يا سلام. بصوا كلاماري محشي، وبصوا الصوص بتاعه، صوص خطير. كلاماري محشي برز الصيادية، ندخل مكانه على طول السمك. مش هياخد أكتر من ربع ساعة لحد ما يستوي. عايزة أوريكم الكلاماري بسرعة جدا. بصوا احنا حاطين قافلينه بخلال السنان، بصوا شكله حلو ازاي. ده محشي بقى رز الصياديه اللي هنبتدي نحضره مع بعض حالا. هنحط ده قدامنا ونبتدي نحضر رز الصياديه. اتفقنا ان الصياديه النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا. عندنا ايه؟ خلاص بهاراتنا دي، احنا عملنا خلطه هنستخدمها، وهناخد البصل وهناخد زيت البصل، مش هنهدر اي حاجه. هنا للنكهات هحط زيت، وهحط البصل اللي قليناه اللي هنزوق فيه اصلا. هحط تقريبا نص كوباية بصل مقلي كده، وهنقلبهم شوية مع البهارات. نحتاج للصيادية عادة مرقة سمك. مرقة السمك لو احنا عاملين سمك كامل ممكن جدا انه نحط راس السمك، العظم، لو عندنا جمبري قشور جمبري عملتها كتير قبل كده ليكم، بنحطهم على النار مع شوية زيت، بنحط لهم بصل، بنحط لهم شوية بصل مقلي على فكرة، ممكن نحط شوية بهارات السمك، يغلوا بنصفيهم وبنستخدمهم لتسوية الرز. أنا النهاردة لقيت في السوق مكعبات زي مكعبات الفراخ، مكعبات سمك موجودة في أماكن كتير، دي بنكهة السمك مش الفراخ ولا اللحمة، فهستخدمها. هنحط على البصل
معلقتين كبار من البهارات اللي خلطناها من شويه. ابتدى اهو الحراره تعلى. عندنا النهارده رز بسمتي، ممكن تعملوها برز مصري لو حابين. هاخد الرز واقلبه مع الخلطه دي اهو، مفيش ولا اسهل من الوصفه دي، وبجد بتطلع خطيره. هنقلب من غير ما نكسر الرز، بس نقلبه كده يبتدي ياخد اللون. سنه الكركم اللي ضفناها على الخلطه بتدي له لون حلو. وهنحط معلقه بس من الصلصه صغيره، بتدي مزازه حلوه، بتوازن الطعم، ما بيطلعش لونه احمر بس بيدي له طعم ولون كده لذاذ. قلبنا كده البصل مع الرز. هنحط دلوقتي الميه المغليه، مهم جدا الميه تبقى مغليه لما نيجي نفلفل الرز. اوريدي شايفين لون الميه من البهارات ومن البصل. طبعا انا بحب الرز البسمتي، بسميه رز بيبقى عطشان، بحب الميه قوي، وما بحبش اني يبقى الرز ميته قليله. انا ازود ميه زي ما انتم شايفين كده، ميته كتيره ويغلي، يعني يدخل في نص السوى كده واحنا فاتحين الغطا، وبعدين نوطي النار خالص ونغطيه زي ما هتشوفوا دلوقتي. احنا هنا قلنا الميه دي ممكن تبقى مرقه، لو مرقه ملحها مظبوط، مش هنحط ملح. بس ما اني انا هستخدم مرقه، هحط اهو مكعب 2 من مرقه السمك، بقالي فتره بشوفها في معظم السوبر ماركتس، وبتسهل الصراحه، مش دايما بقى عندنا. يعني انا عامله النهارده سمك فيليه، ما عنديش دايما عظم وراس سمك، طبعا حلو لو متوفر تعملوه، بس ده بيسرع. ندوق قبل ما نزود الملح، عشان احنا حطينا مكعبين. لا هتحتاج ملح، هناخد الملح، هتحتاج شويه ملح، ونرجع نقلب. وخلصت كده الصياديه، هي هي اللي هتكون الحشوه للكالاماري. بس قبل ما تدخل في السوى الكامل، يعني في مرحله فاضل لها سنه سوى، لسه الرز بيعود، منشيل عشان ندي فرصه للرز يكمل سوى بالفرن من غير ما يعجن. هوريكم انا هنا شايلاه اهو، ده شلته في قبل الهواء عملته. لسه الرز لو احنا مثلا ده تقدم لي اقول لهم لا الرز مش مستوي تماما، فلازم يبقى فيه سنه سوى تسمح لي اكمل سواه بالفرن. فاذا شلنا بعد ما ابتدت الصياديه في السوى. بصوا بيغلي ازاي البسمتي، وبصوا حبته وهو بيغلي بتكبر ازاي. ده السؤال اللي بتساله كتير، يا شيف ازاي الرز معاكي البسمتي بيبقى كده، انه لما يغلي بالميه كده على النار، بصوا الحبايه بتتحول حجمها لايه اهو، شايفين؟ تاخد وقتها. فسيبوا الرز على النار يغلي غلوتين كده، واول ما تقل الميه شويه يبقى جنبنا ورق الزبده وجنبنا الغطا. ادي رز الصياديه وسمك الصياديه في الفرن. للصياديه فاضل لنا العيش، سوري بقول عيش مقلي، البصل المقلي اللي هيتحط على الوش. بلبنان بحطوا شويه مكسرات، قالت لكم شويه لوز اهم، هنخليهم هنا، وهنحط حواليه الكالاماري المحشي كبرزنتيشن. ده ممكن يبقى اكله لوحدها كده، او يتحط مع الصياديه زي ما هنعمل النهارده. تعالوا نبتدي بالكالاماري، هوريكم حالا. بس هنا الرز خلاص انا هنا عايزه اغطيه. عرفنا ازاي؟ بصوا يا ريت الكاميرا تيجي على الحله، شايفين البابلز دي طالعه كانها ابار كده، حفر صح؟ بيسموها كده بعض الناس ستات الكبار بيوت الرز. دي بيوت الرز، شايفينها دي كده، معناه انه انا دلوقتي جاهزه اني احط عليها ورقه الزبده كده. جربوا موضوع ورقه الزبده ده، بيسويها بطريقه رهيبه، وهي من الحاجات الصحيه. بلاش، في ناس بيحطوا كيس بلاستيك ومش غذائي كمان، يعني مع الحراره بيتفاعل بطريقه مضره. بنوطي الحراره خالص خالص على الرز، وبنغطيه وبننساه لحد ما يتفلفل. في حاله عايزين نحشي بعد شويه 5 دقائق بناخد جزء للكلاماري. يلا بينا نحضر الكلاماري. انا هحط طاسه على النار هنا، وده محشي اهو انا مجهزاه، وده الكلاماري المتنضف. بس بصوا عشان نبتدي نحمر مع بعض المحشي ده، وده الكلاماري المتنضف، وعندنا الرز، وعندنا خلوني البس جلوفز، عندنا طاسه على النار. بنديله تحميره كده سريعه هنا، بتضيع اي زفاره، وبتدخل الكلاماري بالسوى. برضو احنا الرز
ثلاث ارباع سوا، الكلاماري هيبقى نص سوا، الفرن بيدخل بس كده بيتشرب النكهات وبيكمل سوا الرز وبيكمل سوا الكلاماري. بنحط له سوائل دي جليزنج، يعني بعد ما نحمره بنستغل اللي في الطاسه كله وبنحط شويه ميه شويه بهارات زي ما هتشوفوا. دلوقتي تعالوا نحشي الكلاماري. محتاجين الكلاماري وخلال سنان اهو. ناخد الكلاماري، طيب هو من فوق ساعات بيبقى صعب الحشي، اوكي؟ بنعمل ايه؟ بنفتحه كده حتى ولو بايدنا سنه كده. هجيب معلقه صغيره، اين المعالق الصغيره؟ اهي. وبنبتدي نحشي. طيب هل لما نيجي نحشي المحاشي العاديه بالرز لما يبقى ني ما بنملهاش عشان هتبقى، خلوني بس اعلي الحراره هنا، هيبقى لسه الرز هياخد مساحته اكتر. هنا الرز تقريبا مستوي، بصوا بملاها تقريبا كلها، طبعا انتوا في البيت تقدروا بايديكم بسهوله اهو. خلاص كده نشيل الرز من عليها وبنخلي الحته اللي فوق دي عشان ناخد خله السنان ونقفلها بالشكل ده. احنا قطعنا حته خلاص هنقفلها بالشكل ده وبيبقى ده الكلاماري المحشي. هناخد الكلاماري المحشي ده ونحط في الطاسة هنا جنبنا نحشي واحدة تانية. ايه رأيكم؟ يلا نحشي واحدة تانية. نفتح بقى هو طرفها، مش محتاجة حتى سكينة. نضفوها كويس، ساعات بيبقى جواها الحتة اللي زي البلاستيك دي الغضروف، منشلها منغسلها كويس وبنحشيها بالرز ومنحمرهم. بعد ما نرجع من الفصل هنحمرهم في الطاسة ونعمل دي جليزنج للنكهات اللي طلعت من التحمير، وهي دي اللي هتكمل سواها معاها في الفرن. بس تقريبا احنا خلصنا اكلنا النهاردة، صينية السي فود دخلت الفرن. احنا بقالنا قد ايه على الهواء يا جماعة؟ ده تاني سيجمنت صح؟ هنحط دول هنا، احنا بقالنا تقريبا 20 دقيقة. هنحط دول هنا ونطلع فاصل، ولما نرجع فاضل لنا الرز يكون استوى، نبص على الصواني اللي بالفرن ونحمر الكلاماري وندخله مع بعض ونشوف ازاي بيتسوى ونقدم الاكل الشهي ده بس بعد الفاصل. قبل الفاصل حشينا الكلاماري اللي هو زي الصبيط الصغير، بيبقى رفيع بيبقى تسويته اسهل وانا بحبه اكتر من الصبيط. حشيناه برز الصياديه اللي ثلاث ارباع سوا اللي هو زي المرحله دي. تعالوا بصوا احنا هنا بنسوي اهو الصياديه، نسيت احط لها معلقه الصلصه، انتوا بحطوها. بصوا في المرحله دي ناخد الرز، بصوا الرز ما شاء الله، بصوا حبيته بس عشان فكرة طول الحباية. يا شيف ازاي بتجيبي رز بسمتي طويل؟ لا هو كل واحد بيبقى مكتوب عليه طويل الحبة، طريقة التسوية. فشايفين الرز بناخده أدوق كده، ده استوى أصلا من يعني من طريقة التسوية السهلة اللي هي المية مغلية، قلبنا الرز نقعناه، أنا بغسله بنقعه 10 دقايق بس، ومية عادية مش مغلية عشان ما يتكسرش، بصفيه وبستخدمه بعدها. إذا الرز البسمتي نغسله وننقعه 10 دقايق بميه عاديه، هسيبه يكمل السوى عشان نقدمه، انتوا شيلوها بمرحله قبل كده. هنا بقى هنحط في طاسه زبده، ممكن اديها برده شويه زيت، طاسه سخنه عشان احنا بس عايزين نحمر. هناخد الكلاماري ونحطه هنا ياخد لون. نبص على السمك بالفرن مع بعض يا كنترول. خليني اجيب فوطه، باين معانا لسه لونه حلو وهو قرب يستوي بس مجرد ياخد سنه لون. هنسيبه في الفرن. نبص هناك، يا سلام
شايفين ريحتها تجنن. انا شلت المروحه، كنت حطها على مروحه خدت لون، خليها على الحراره من تحت بس. هيا بنت تعالوا نيجي على الكلاماري هنا. اذا احنا بنحمره بده ياخد لون اهو ذهبي. طب لو ما حمرناهوش يا شيف وحطيناه على طول بالفرن هيزفر. سي فود يعني كانه مسلوق كده، لو خد الجليز دي التحميره دي الطعم بيفرق. بصوا لونه حلو ازاي، لونه رائع. هنقلب دي. طيب هناخد ايه؟ هنحط جنبنا هنا الطاجن اللي هندخل فيه سواء ده او ده، تعالوا ندخله بده. وعندنا لسه البهارات اللي استخدمناها من شويه، طبق البهارات المشكله راح فين؟ لسه عاملينه حالا. طيب احنا ممكن نعمل برضو نفس الخلطه تاني ونستفيد من الخلطه. التذكره عندي طبق اهو موجود، طبق البهارات انهي حوض هنا؟ لا انا مش شايفاه. تمام نعمله تاني يلا بسرعه. كزبره، بصوا بالعين اهو، كزبره كميه كبيره، الكمون قد الكزبره، البابريكا معلقه صغيره، الكركم اقل حاجه، ثوم وبصل بودره قد الكركم، شطه حسب الرغبه. حلو ادينا عملنا الخلطه. نيجي هنا نديهم تقليبه. بصوا بصوا اللون رائع ازاي. نديهم تقليبه وهناخد هنا نحطهم في الصينيه ونسيب الزبده اللي خدت النكهات كلها هنا، ونحط لها جزء من البهارات دي. تثقين احنا ان البهارات مع الحراره بتدي طعم حلو قوي. وعندي مكعب المرقه، لو ما فيش مرقه اتس اوكي، هنحط مكعب المرقه ونحط ميه، ودي هتبقى السوائل. شايفين ده الديجليز اللي بتكلم عنه، السوائل اللي هنسوي فيها بقيه الرز، تسويه الرز وبقيه الكلاماري بالفرن. هنديها رشه ملح، الريحه تجنن. هيا بنا نحطهم في الصينيه كده ويلا بينا نحط عليهم السوائل دي بس كده، وهنغطيهم بالفويل. وكالعاده بقول لكم ورق الزبده تحت الفويل. الفويل الالومنيوم فويل هي ماده مش مفروض انه اكلنا يتعرض لها، يعني حديد الزهر من الحديد من الايرون اللي هي بناخده احنا سبلمنت، ناخده فيتامينات، فعادي انه نطبخ بالعكس وصحي نطبخ بالحديد الزهر. بينما الالومنيوم هو مفيد كطريقه طبخ بس هو مش مفروض يتعرض للاكل. حركه بسيطه زي انه نحط ورقه الزبده تحت بتسهل لنا الموضوع، ومتوفر جدا وبتحمينا من الاضرار اللي بتيجي من الالومنيوم. هنسيبه على جنب، افراننا مليانه النهارده، وتعالوا نبتدي نقدم مع بعض. شيل دول. تحبوا نشوف واحده من الكلاماري المستويه هنا؟ هاتوا نشوف واحده. ناخد واحده اهو بالصوص كده، نغمسها بالصوص ونشوف سوا الرز. اجيب شوكه بس. اول حاجه عايزه اقول لكم ان هو المفروض يتقطع كده. بصوا من السوى الحلو قوي للكلاماري اهو، ولا بيشد، سهل وسلس. بصوا جواه الحشوه ده بقى لو اتغمست بشويه الصوص دول. بصوا بقى فقره التعذيب بجد لمحبي الاكلات البحريه، شويه الصوص دول فظيعه. طعم الرز اللي بالبصل، طعم الصوص اللي هنا وهمي، تجنن يا جماعه. تعالوا نقدم مع بعض، احنا على وشك كل حاجه تستوي. هنعمل ايه بده؟ تعالوا نشوف. تعالوا نبص على الرز استوى ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا نشوف، بصوا الرز، بصوا بصوا شايفين، بصوا اهو
حباية وحباية واخد طوله واخد سواه. هنيجي هنا نبتدي نحط الرز. طبعا دي طريقة تقديم مقترح. نحط الرز، ما شاء الله الرز بصوا ازاي طالع تسويته. امبارح كنت بتكلم، كنت قاعدة في مكان وعيلة ميسو، دايما بقول عيلة، سلموا عليا وبيقولوا لي بنتكلم عن تسوية الرز قد ايه هي من الحاجات الصعبة، بس برضو من الحاجات اللي بتيجي بالممارسة. لازم نبوظ رز ونعجن رز ونحرق رز علشان نظبطه بالاخر، هي بالعين. قلت لهم انا بحاول قد ما اقدر ادي مقدار مظبوط بالكوبايات، بس صعب، صعب جدا. هي خلاص زي ما قلت لكم، اغسلوا مثلا البسمتي بميه فتره عاديه من الحنفيه وانقعوه 10 دقائق بعدين من غير ما تكسروه وانتوا بتغسلوه كده بايديكم، لا ما نكسرش الرز. وبعدين نصفيه، وبعدين زي ما شفتوا بنديله ميه كتير وميه مغليه. البسمتي بيحب الميه كتير، يعني بنعلى عنه الصباع الصغير كله، تحسوا انه شوربه كده. ونسيبه يغلي على النار، نسيبه ياخد طوله في الغليان قبل في التسويه الاخيره. بعدين اول ما نشوف بيوت الرز اللي قلت لكم عليها، ان شاء الله الكميه بالظبط، بيوت الرز دي بنقوم مغطيين بورق الزبده، نضغط كده نعمل شكل القالب عشان نحط على وشها السمك. السمك اللي ممكن نبص عليه دلوقتي، خلاص ثانية واحدة هاتوا نبص عليه. ناخد حاجة نقلب السمك. استوى دايب، سمك دايب زي ما انتوا شايفين. هسيبه يفضل، شايفين اهو، هسيبه يفضل سخن في الفرن عشان احنا قدامنا قد ايه الفاصل؟ قدامنا دقيقة. ده هنحطه آخر حاجة، وده هنقلبه لما نرجع من الفاصل. قبل ما نروح الفاصل ممكن نعمل حاجه، في سلطه كده اسمها التراتور، دي سلطه مشهوره جدا وبسيطه جدا في بلاد الشام. طحينه، بس الطحينه بتبقى مرقه. يعني ايه مرقه؟ يعني خفيفه، ما تبقاش قوامها تقيل. هاتوا اوريكم، سوري، بصوا تبقى قوامها سائل كده خفيف. دي طحينه وميه وشويه ملح وشويه كمون شويه ليمون، ونخلطهم كويس. هنحط لها كميه وفيره من البقدونس، وده هو او دي هي سلطه التراتور. يلا نطلع فاصل اروق المطبخ ونرجع نقدم الصينيه اللي بالفرن، الكلاماري المحشي مع الصياديه والسمك اللي بالفرن. يلا استنوا. السمك ما شاء الله اهو بيتفرفت بسهوله جدا، فليكي على الاخر. ده قشر بياض. طبعا انتوا ممكن زي ما قلت لكم تعملوا سمكه كامله، السمك اللي انتوا عايزينه. تعالوا دلوقتي احنا هنا ناخد الرز، حطيناه هنا رز الصياديه. يا مسهل، بقلق دايما، بقلب حاجات كتير مقلوبه وحاجات كتير بس دايما بتوتر. تعالوا هاتوا حطها في النص. بسم الله الرحمن الرحيم، ترارارا، شكلها يجنن. دي طريقة تقديم العزومات. هناخد دلوقتي هنا عليها السمك ونحطه على الوش كده، نقطعه كده تطلع غرفها بسهولة. يعني لما بنغرف بيطلع لكل واحد سمك فيليه، تقدروا تحطوا برضو جمبري لو حابين، اللي انتوا حابينه. شايفين عملت قشرة من البهارات ازاي؟ مجرد حطينا شوية بهارات وزيت اديتنا الكراست دي. الريحة طالعة من الشاشة يا كنترول، ولا واصلة لكم بجد جوعتوا؟ محبين السمك كتار، واحنا فعلا ما بناكلش سمك كفاية على فكرة، مش من الشعوب اللي السمك داخل في أكلها بشكل كبير. عندنا أكلة سمك
معروفة عندنا أكلات سمك، بس ما بنعملش السمك مثلا لازانيا بالسيفود، بنعملها كتير ولا بتبقى يوم الأكلة يوم الوليمة؟ لا بتبقى يوم الوليمة برضو. فإحنا ممكن بدل ما نعمل اللازانيا عادي ندخل معها السمك. على فكرة مش لازم السيفود الغالي، نعود ولادنا عليه. دلوقتي هناخد البصل، بسم الله نحط عليها البصل المقلي بالشكل ده. تعالوا نوزع الكلماري النهاردة، قلت لكم هنوزعه بطريقة تليق بالعزومات. بشيل خلة السنان، خلاص هي اصلا لما نيجي نحمر الكلماري في الزيت شفتوا بيشد ازاي، بس انا بحبش اخد مجازفة ادخله الفرن فيفك او رز يطلع، فبسيبها لما اطلعه من الفرن بشيلها. عايز اشوف شكلها على الكاميرا طالع حلو. الله، هتنوزعهم نملى الفراغات. وبقول لكم والله من حلاوته انا ممكن عادي اعمل حله محشي او يعني صينيه كبيره بالفرن محشي كلاماري. انا قاعده اقول ازاي ما كنتش بعمله قبل كده. تعالوا ما نضيعش النكهات دي، ناخد الصوص ده ونحطه عليه، نوزعه كده يدينا ادام حلو. بس هنحط له شويه بقدونس او كزبره، حرام النكهه اللي هنا مش قادره اضيعها الصراحه، يعني عايزه احطها كده حواليه كله. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا البقدونس، انا حطاه هنا، هنحط بقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقدونس مفروم، طبق جديد جديد عليا، مش الصياديه. الصياديه طبعا دي كبرنا انا في بيتنا احنا بناكلها، تقديمتها يمكن مختلفه شويه، وانه نحط كلاماري محشي بالصياديه حواليها. طبق انا قعد انا قعد نحط عليها اللوز، ده اختياري، شويه لوز. بالعزومات لابد نحط شويه حاجات كده تفتح النفس. مبسوطه جدا بالطبق ده لانه كان فكره في دماغي، اول مره اطبقه بالشكل ده قدامكم. واكتر حاجه مبسوطه انه احنا بنعمل الرز مع بعض. خلوني بس اظبط الايربيس عشان اسمع الكنترول، قاعدين بيقولوا الجعانين. مبسوطه انه احنا عملنا الرز مع بعض، لانه في ناس تفتكر انه الرز عمايله صعبه. مفيش حاجه انا عملتها صعبه، تقدروا ترجعوا تتفرجوا على الحلقه بالظبط بالخطوات وتركزوا معاها. احط شويه ليمون هنا، نوزعهم كده برضو، سيفود يحب الليمون. وتشوفوا ازاي فلفلناه، ادينا طوله الصح، ما تكسرش، شايفين ما شاء الله الحبايه زي ما هي. ننظف الطبق. عندنا الصوص اللي يتاكل جنبه صوص الطحينه الخفيف ده، قلت لكم اسمه تراتور. نعمل كده تنظيفه سريعه. تفتكروا قلبي هيجيبني يا كنترول اعمل فقره تعذيب اللي هي تضطر وتستوجب اني ابوظ الطبق ده؟ قولوا لي صح. صعب نبوظه، لسه هنصوره وتنزل الصوره الحلوه دي على صفحتنا على الفيسبوك ميشو تي في. بصوا عايزه اعمل ترارارا تليق بالطبق ده، ترارارا. بصوا جوعتوا؟ يلا بشويه سمك فيليه، رز وبصل وشويه بهارات عملنا الصياديه. مش لازم المكسرات، ولو عندكم كلاماري تقدروا تعملوه، ده اكله لوحدها. بس النهارده قلت لكم كوليمه وكعزومه ده طبق مختلف وطبق شهي ولذيذ. هاتوا نحطه هنا، هاتوا نحطه كده هنا. واقول لكم اجازه نهايه اسبوع سعيده، يا رب تكون الوصفه عجبتكم. وانا مضطره اني اقول لكم باي. عارفين ليه؟ اقول لهم يا كنترول ليه بجد؟ علشان بجد الكل جاع، والاكله الحلوه بتفتح النفس وبتعمل لمه حلوه. دايما الاكل العائلي ده، اكلنا الشرقي دايما بقى بسموه فاميلي ستايل مش الاكارت، يعني وصفاتنا ما شاء الله بتبقى للعيلة. وعيلة ميز شو احنا دايما بنستمتع بالاكلات دي مع بعض، علشان ده بيتنا التاني كلنا. بحبكم جدا، وانتوا كمان عيلتنا الكبيرة. اتمنى تجربوا الوصفات، تشوفوها على الفيسبوك، تطبقوها وبعتوا لنا. يمكن اللي بعت لنا وصفته الحلوة دي نتكلم عنه في البرنامج. تفتكروا يا كنترول ممكن نعمل كده؟ اللي هيبعت لنا تطبيقات حلوة ممكن نذكر اسمه في البرنامج. بحبكم جدا، اجازة نهاية اسبوع سعيدة، واشوفكم يوم الحد. باي.